مساء الورد، مساء الحب، ومساء الشوق، ومساء الفن لكل المشاهدين عبر شاشة تلفزيون دبي. أرحبكم الليلة، وسهرتنا الليلة سهرة ديو سبيسيال بي، وانتوا احلى جمهور، جمهور. أرحبكم كلكم مشاهدي الكرام في حلقتنا لهذا اليوم، وأكيد دائما في بداية كل حلقة نقول إضاءة ترتتا لجان فيليب بردون ونسيب ماضي. صوت ترتتا لعماد مراد، وفرقة ترتتا لإليل عليا، أما إخراج ترتتا لباسم كريستو. ضيوفنا في حلقتنا لهذا اليوم ضيوف متميزين، بداية الفنان وليد الشامي، والفنان منصور زايد. أما بداية الحلقة بتكون مع ديو متميز للفنانين، الفنانة يارا والفنان فايز السعيد.